يوضح الخبراء أن الاستحمام بالماء المالح سواء كان بإضافة الملح إلى الماء والاستحمام به في المنزل أو بالاستحمام والسباحة في الشواطئ يعزز من الحالة المزاجية ويساعد في تصفية الذهن والاسترخاء لجسم الإنسان، كما أن له العديد والعديد من الفوائد المذهلة التي قد لا يتوقعها أحد. قد يبدو الأمر غريبا بالنسبة للكثير جدا من الأشخاص، إلا أن للملح استخداما آخر يختلف عن إضافته للطعام، إذ يمكن إضافته للماء والاستحمام والاستمتاع بفوائده العديدة العظيمة الغير متوقعة. وفكرة الاستحمام بالماء والملح ليست جديدة، بل اكتسبت شعبية كبيرة على مدار العصور القديمة. فالحمام الملحي هو أحد أشهر الحمامات العلاجية التي تستخدم في الطب البديل، كما أنه من طرق العلاج التي أثبتت فاعليتها وأكدت كفاءتها، حتى أن الحكومة الألمانية اعترفت بالحمامات الملحية كنوع من العلاج الناجح للتخلص من العديد من الأمراض مثل التهابات وحصوات الكلى وتعديل معدل الأملاح في الجسم والتخلص من مشكلة الأرق والتوتر وغيرها من المشكلات الصحية. ويراعى في الحمام الملحي أن تتراوح نسبة الملح فيه ما بين 1-3%، حيث أنه لن يكون فعالا في حال نقصت عن 1%، كما أنه سيكون قويا بشكل كبير في حال تجاوزت النسبة 3%. ومن الأفضل استخدام الملح البحري في تحضير هذا الحمام كونه غنيا بالعديد من المعادن المفيدة لجسم الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نتحدث عن طريقة إعداد الحمام الملحي. لتحضير الحمام الملحي يملأ حوض الاستحمام بالماء الساخن، ثم يضاف إليه ما يقارب نصف كوب من ملح البحر، أي بمعدل نصف كوب من الملح لكل 46 لترا من الماء. ويمكن تذويب الملح بكمية قليلة من الماء قبل وضعه في حوض الاستحمام لضمان ذوبانه بشكل كامل. ومن الأفضل تحضير هذا الحمام بعد غسل الجسم بالصابون، وذلك لأن المنتجات الصابونية تفقد فعاليتها عندما تمتزج مع الملح، كون الملح يزيد من عسر الماء ولا يستطيع الصابون تكوين رغوة في الماء العسر. لذلك يفضل عدم استخدام الصابون في الحمام الملحي، ومن الأفضل أن يبقى الشخص في الحمام الملحي لحوالي 20 دقيقة تقريبا حتى يتحصل على الاستفادة الممكنة منه. يمكن تكرار هذا الحمام بشكل يومي للحصول على نتائج فعالة، ويمكن استخدام قبضة من الملح الرطب وتدليك الجسم بها بشكل جيد لفترة كافية، ثم غسل الجسم بالماء، وهذه الطريقة تعطي نتائج مماثلة للحمام الملحي. لكن ينبغي الحذر من عدم تكرار طريقة قبضة الملح لتدليك الجسم بشكل يومي بسبب التركيز الملحي العالي في هذه الطريقة. والآن نتحدث معا عن فوائد الحمام الملحي لجسم الإنسان. من الفوائد المذهلة جدا لجسم الإنسان من الحمام الملحي، أولا تنظيف البشرة الخارجية والتخلص من بقايا الجلد الميت ومن البقع الداكنة في الجسم. ثانيا تحسين الدورة الدموية في الجسم وتنشيط الجسم دائما. ثالثا التخلص من آلام العضلات وإراحتها وتخليصها من التشنجات. رابعا التخلص من آلام المفاصل والتهاباتها أيضا. خامسا التخلص من حبوب الشباب ومن المشاكل الجلدية المختلفة مثل الأكزيما. سادسا استرخاء الجسم بشكل كامل والتخلص من الأرق وصعوبة النوم. سابعا التخلص من السموم المتواجدة في الجسم، كما أن الحمام الملحي فعال في التخلص من البكتيريا والجراثيم التي تتواجد على البشرة على مدار اليوم. ثامنا هذا الحمام فعال جدا في التخلص من البكتيريا التي تسبب رائحة القدمين المزعجة الناتجة عن لبس الأحذية الرياضية والأحذية المغلقة. تاسعا التخلص من التقلصات والانقباضات المتكررة في العضلات. عاشرا
علاج الإصابات الرياضية. 11 ترطيب البشرة والحفاظ عليها رطبة وصحية، كما أن الحمام الملحي حل فعال للتخلص من الحبوب السوداء، وهو مثالي لتنظيف مسامات البشرة وإبقائها نظيفة وصحية. 12 تأخير ظهور علامات التقدم في السن. وهناك أيضا فائدة مهمة جدا، وهي تكوين البروتين. ثبت علميا أن نقع الجسم بالملح يعمل على إصلاح الخلايا العصبية التالفة في الدماغ، ويزيد من نمو الدماغ أيضا، ويتم ذلك من خلال خلق المادة الرمادية أو البروتين في الدماغ، وهذا يجعل الشخص أكثر ذكاء ويساعد في تقوية المهام المعرفية لدى هذا الشخص. كل هذه المعلومات كانت عبارة عن الفوائد المذهلة للاستحمام بالماء والملح أو الحمام الملحي بالنسبة لجسم الإنسان. أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.